فقط ب 49 درهم غتاخذ عند تاتا سايكل كما كتشوف معايا فلامينغو الترا سين 11 الاخوان اللي كاين يطوي الموتور من اصل زيد. يعني الموتور ديالك كامل تقدر تنطوي بهذا البرودوي هذا بلا ما دير لافاج بلا ما تحتاج حتى شي حاجه، فقط كترش هذا البرودوي هذا على الموتور وكدوز عليه شي بوتشامو كيرجع نيو شي حاجه ناضيه. لا مارك فلامينغو معروفه الاخوان شي حاجه مزيانه. الريفيرنس ديالو هو الترا سين 11 كما ديما كنشرحوا البرودوي وكنعطيوكم الريفيرنس باش حتى الناس اللي بغاو يسولوا عليه في بلاصه اخرى ما عندناش المشكل، في اي منطقه تقدر تسول عليه تاخذو حداك ما عندناش المشكل. بالنسبه للثمن ديالو 49 درهم. بالنسبه لا كونتيتي كما كتشوف معايا راه كاين الاخوان اللهم بارك توصيل راه متوفر لجميع المدن المغربيه. الناس اللي كاين في كازا حنا عندنا المحل في كازا في سيدي مومن حدا المقبره ديال سيدي مومن، الناس اللي بغاو يجيو عندنا مرحبا بهم. طراموا يقرب لينا للطاكسيات الطوبيس اي حاجه بغيتي تجيب الموطور ديالك نصيفطوا لك لوكاليزاسيون ما عندناش المشكل. بالنسبه للناس اللي كاين في كازا بغاو نصيفطوا لهم هذا البرودوي هذا يعني بعاد علينا ولا ما عندهمش الوقت راه كنديروا التوصيل بالمجان داخل مدينه الدار البيضاء. يعني الناس ديال كازا كنصيفطوا لهم بالمجان، خارج كازا كنصيفطوا على حساب المدينه اللي فيها انت. كاين 35 درهم كاين 45 درهم على حساب البعد ديال المدينه وعلى حساب الشركه ديال التوصيل. كما كتعرفوا الاخوان التوصيل راه كنديروه والبرودوي ديالنا هو هذا، الثمن ديالو 49 درهم بثمن الشينوا في المغرب.